طيب حضرتك بالنسبة يعني ك انا كمشتري عادي او كمستهلك عادي او كمواطن عادي هو احنا فلوس اكتشفها ازاي؟ طيب هو احنا عندنا طبعا هنتكلم على جزئين، الجزء الاول هو الخامة نفسها بتاعت العملة، احنا هنتكلم يعني برضه بأسلوب مبسط على أساس ايه؟ مواطن عادي. المواطن العادي او الخامة العملة نفسها، العملة لها ملمس مميز. العملة الصحيحة، أولاً هي العملة المصرية بتصنع 100% قطن. حضرتك أنت قلت 100% قطن، أنت حضرتك أول ما بتمسكي العملة تحسي ورقة العملة لها ملمس خاص غير أي ورقة مزيفة. ثاني حاجة لها صوت، يعني بعض الناس أنت لو عملت لها صوت، في صوت ليها، أما العملة المزيفة ما بتديش نفس الصوت ده، فيبدأ المواطن يعرفها بالملمس. يعني ده طبعا في ناس كتير ممكن عندها حته نتيجه انها ممكن يعني تمسك العملات العمله كتير فتقدر تعرف على العمله المزيفه بسهوله. تاني حاجه بقى يعني برضه بالنسبه للناس يعني انت حضرتك ملاحظاها، هم عندهم حاجه طبيعيه اتعلموها يوم باصص رفعها لفوق كده ويبص للايه للعلامه المائيه الموجوده. فالعلامه المائيه دي طبعا هو لازم يبص لها ويبص لها كويس، لان برضه هم يعني في فرق ممكن اصابات ضربت بتضربها بس مش صحيح يعني، بس هي ممكن تدخل على الشخص العادي يبص وجود العلامه المائيه موجوده ولا لا، بس هو لازم يلاحظ ان العلامه المائيه الموجوده ديت جوه بالنسبه لل 200 جنيه او العمله تكون علامه واضحه مكتمله ما يبقاش فيها يعني انحرافات. رفعناها في شريط هنا، الشريط ده يظهر ان هو متقطع لو انت حطيتيه قدام حضرتك كده، لو رفعتيه فوق هتلاقيه شريط متصل ومكتوب عليه فئه العمله نفسها. دي النقطه الثالثه. بالنسبه للعمله المزيفه حضرتك الشريط ده هتشوفيه قدامك كده بالعين المجرده هتلاقيه متقطع، لو رفعتيه في الضوء كده الناكس برضه متقطع. لا كامل. لا ده المزيفه ده المزيف. هيظهر متقطع. ما انا بقول لحضرتك مش هيظهر ان هو الشريط كامل. بقى برضه دي حاجات للمواطن العادي ان هو يعرفها مجرد ان هو يرفع العمله في الضوء النافذ. تاني حاجه بسيطه جدا هنا برضه ايه اللي هي الاحبار اللي هي المتغيره في العمله، يعني مجرد ان هو في هنا حبر اسمه حبر متغير، مجرد ان هو يعمل اماله الورقه كده انه اللون بيتحول من اللون الاخضر للون الايه النحاسي. فده طبعا بيبقى مميز برضه حبر اسمه متغير. فدي اكتر من علامه ممكن الواحد بقى ما يعتمدش دلوقتي في ظل الظروف اللي الناس موجوده والتقدم في تزييف العمله، ما يعتمدش بقى ايه المواطن البسيط على العلامه المائيه الموجوده في اليسار، لان هم قدروا يزوروها بس اللي يعرفها انها مزوره تقنيه مش بذات التقنيه، اللي يعرفها اللي هم المتخصصين. اما بالنسبه له كان موجود علامه مائيه موجوده ولكن هي مزوره فتعدي عليه، ولكن هو لازم بقى ما عادش يعتمد على علامه تامين واحده، يبص على الشريط ده مهم جدا. المزيف ما يقدرش يوصل له لان ده اساسا جوه الورقه بتحتاج لمكان مخصص للدواء بيبقى في حاجه البنوك الكبيره، يعني دي تقنيه او تقنيه لا تمتلكها الا حكومات الدول بالزبط. ما تمتلكهاش الافراد ولا ولا العصابات اللي هي الصغيره دي حاجات، والاحبار المتغيره برضه دي تقنيات لا تمتلكها الا حكومات الدول. كلمنا جميل ده. دي حاجات من الحاجات دي من الحاجات المهمة جدا. طبعا هو برضه لما يرفع العملة هيبقى عنده 200 جنيه تحت الكاتب الجالس ديت بدون أي أحبار، هي القهة بيضة مكتوبة بيضة كأنها ما خدتش أي أحبار خالص أثناء التصنيع. فدي بالنسبة للمواطن اللي هو البسيط اللي هيجي يرفعها أثناء التعامل. طبعا بقى في حاجات بالنسبة للناس المتخصصة اللي هم البنوك والاسراف والكلام ده، بنستخدم اليو في، يعني اشعه اليو في ما بنستخدمها بتدي علامات في العمله تحت اليو في يقدر يميز بيها العمله المزيفه من العمله الصحيحه. طبعا هنا الشريط اللي موجود هنا الشريط المطمور ده طبعا اللي بيبقى بره، هو لو رفعه في الضوء كده هيلاقي بره ايه مكتوب عليه الكتابات فئه العمله والبنك المركزي. هو بره طبعا يقدر المواطن بره يحس اللي هي الطبعات الموجوده في العمله، يعني هو لو مشى بايده كده على العمله هيلاقي في حاجات بروز تحت
بروز تحت ايده في العمله. بس دي برضه احنا ما نحبذهاش قوي، لان فيها دلوقتي مع المزيف فيها خدعه، فيها خدعه فتقدر ينخدع بيها. العلامات دي يعتبر اشهر العلامات بالنسبه للعمله، ان هو يرفعها في الضوء النافذ هيظهر له اكتر من اولا العلامه المائيه تبقى صحيحه ما فيهاش رتوش ولا زيادات ولا نقصان، هي العلامه مكتمله وصحيحه يحس انها قويه شرط. ثاني حاجه بيلاقي تحتها 200 رقم ال 200 مثلا، لو هنتكلم على 200 جنيه ال 200 غير بيضه ما عليهاش اي احبار، لو رفعها شويه هيلاقي الشريط الموجود ده في يمين العمله هيلاقي متصل مكتوب عليه فئه العمله ال 200 جنيه. طبعا ده بالنسبه للضوء النافذ، ولو عملها كده هيلاقي الحبر المتغير. في طبعا اللي بيزور على فكره سعادتك اللي بيزور عارف كل حاجه، بس في حاجات ما يقدرش يجيبها. معنى ايه؟ ان مثلا احنا عندنا في حاجه اسمها طباعه مرئيه وطباعه غير مرئيه. يعني مثلا هنا ب 50 جنيه ديت كلنا شايفين الوش اهوت والظهر اهوت، لكن في حاجات مطبوعه ما بتبانش زي ما الدكتور عطيه قال، بتبان تحت جهاز الايه؟ اشعه اليو في. يعني مثلا احنا عندنا ده جهاز مصغر اشعه اليو في، لو احنا هنا قربنا من بعض هنا وعطينا الجهاز هنا هنلاقي هنا صوره توت عنك امون هي موجوده. أيوة أيوة. وتلاقي كلمه 50 جنيه مصر هي دي عمر اللي هي بيسموها رسومات متداخله. لا ده حضرتك اسمها طباعه غير مرئيه. في طباعه ما بتشافش في الضوء المرئي. عندنا ضوء مرئي وضوء غير مرئي، فبتشوف ما بتشافش في الضوء بتاعنا العادي ده، لكن بتشاف تحت الايه؟ تحت اليو في. في طباعه ثانيه بتشاف تحت الايه؟ الاي ار اللي هي الاشعه غير منظوره. بالنسبه للمواطن العادي زي ما الدكتور عطيه قال، هنشوف هم الثلاث اربع حاجات اللي قال عليهم دول ما فيهمش كلام، مجرد ما انت بتشوفيهم في ورقه كامله يبقى الورقه دي صحيحه 100%. علامه العلامه المائيه، شريط الضمان اللي هو بيبقى مقروء ومطمور جوه الورقه، والشريط الهيروغرامي المتقطع لما بنرفعه في الضوء النافذ بيبان شريط كامل، والعلامه المائيه، والاوبتيكال بيريا والانك او الحبر متبدل اللون اللي هو مجرد ما بنقلب يمين شمال بيدينا اللون. ده بالنسبه للمواطن العادي. ده طبعا قبل ده كله في الحبر في 50 راس عادي. دي لحضرتك دي دي بإيمال في الورق العمله. حضرتك شوف العمله مجرد ما بنميلها يمين شمال يمين شمال اختلاف الزوايا زاويه الرؤيه بالنسبه لحضرتك اكيد في الوان مختلفه. والشريط المتقطع نرفعه في الضوء النافذ بيدي شريط كامل مقروء عليه بعض الرسومات الفرعونيه زي زهره اللوتس. ايوه. وشريط الضمان اللي احنا قلنا عليه بيبقى مطمور ومقروء عليه فئه العمله، يعني العمله ديت 50 هتلاقي كلمه 50 جنيه. وعلامه المائيه اللي احنا قلنا عليها دي يعني معموله اثناء تصنيع الورقه نفسها. فدول الحاجات الاربعه اللي قال عليهم الدكتور عطيه بيه، اللي هم اي حد يمسك الورقه ويمسكها ويشوف الاربع خمس حاجات اللي احنا قلنا عليها للعامه يعني للعامه. لكن مثلا حد مثلا موظفين البنوك والكلام دوت، احنا بقى بنتكلم معاهم على حاجات ثانيه باسلوب ثاني زي الطباعه الدقيقه اللي هي ما بتشافش غير بالميجر، زي الطباعه الغير مرئيه اللي ما بتشافش غير تحت الجهاز اليو في. طبعا بقت حاجه مصغره قوي ديت. زي في بعض العملات زي العمله الكبيره زي ال 200 جنيه عليها طباعه ما طباعه اسمها حبر ما بيبانش غير تحت الاي ار. طبعا مش الناس العاديه مش حد يبقى ماشي بجهاز وهو واحنا يعني هدفنا برضه استهداف اللي هو المواطن البسيط، لان ده هو اكتر شخص بينخدع عن المعلومات.